مش مستغربين. عرفتوا ليه بلدكم كانت هتضيع في 2011؟ عرفتوا ليه بلدكم كانت هتتخرب وتضيع؟ انت بتتكلم كده ليه يا عم؟ انا لن انسى 2011، لن انساها، والمفروض يا مصريين ما تنسوهاش ابدا. في كل اجراء بتعملوه وفي كل خطوه بتتحركوها ما تنسوش 2011. ليه؟ اللي انقذكم ربنا. ايه يا دكتور مصطفى؟ ربنا وحده اللي انقذ البلد دي من مصاير الخراب والدمار لاجل خاطر ال 100 مليون والناس البسطاء والغلابه واللي موجودين في مصر، والحكمه الالهيه انقذها. تبقى احنا هنكرر نفس المسار تاني؟ اكرره تاني يا هشام؟ لا والله. طب الكلام ده يزعلكم؟ برضو ده يزعلكم اني بحاجه عليكم وخايف عليكم من الضياع؟ تزعلوا مني؟ سواء كانوا مسؤولين او ناس ماسكين شركات او كلام من هذا القبيل، ده كلام برضو. ما تزعلش الا من نفسك، ما تزعلش انك انت تكون سبب في دمار بلدك وخرابها. يبقى قلت تاني التسعير، وهنا بقول التسعير نقدر نحله ازاي؟ مع وزارة الزراعة هيتكلم، واحنا كنا قلنا يا جماعة حاولوا تحولوا الدعم المقدم الى ايه يا هشام؟ الى فلوس تتحط. حد عايز ادي للفلاح دعم في شكارة ولا اتنين تبقى للمعايير المعمول بيها للفدان؟ طب ما اديها له دعم ايه يا دكتور مصطفى؟ نقدي. دعم نقدي عشان احرر وامنع الفساد المحتمل في ادارة المنظومة باللي احنا ماشيين فيها. مش ده التجربة بتاعتنا على مدى الخمسين سنة؟ طب هي التجربة دي مش قابلة للتصويب؟ وده معناه مش اللي قبل مننا كانوا وحشين، لكن التجربة قالت انها لازم تتصلح. نصلحها ولا نقعد نتفرج عليها؟ كلموا الناس زي ما انا بتكلم كده، هتجدوا الناس معاكم اكتر مما تتخيلوا، لان الناس عايزة المصلحة. المواطن عايز ايه يا دكتور مصطفى؟ عايز المصلحة، عايز مصلحة بلده. واستحمل معانا السبع سنين اللي فاتوا اجراءات صعبة جدا جدا، لان هو حس بفطرته وبذكائه ان فعلا في محاولة للاصلاح من جانب الدولة لمسارها. فالتسعير حاجتين، واحد بقول تاني، كل النظم الحديثة في الشغل سواء وبالعلم والتكنولوجيا تساعد في ان احنا نحسن من مواقفنا. النقطة التانية اللي قلت فيها اللي هي الإدارة، وأنا بقول لكم وده ممكن كل زمايلنا اللي موجودة في شركات قطاع الأعمال يختلفوا معايا، يقول لك لا احنا بندير كويس. أنا أرد عليه بحاجة واحدة. إيه هي؟ لا لا، بأمرت إيه؟ بأمرت إيه؟